مصر من أول قرية من نوع البحرين البعيدة وطويلة المدى تعزز الأسطورة التونسية. إن شاء الله في أول 2014 من الثانية إن شاء الله الطيران المدني في تونس تطور نعمل خطوط بعيدة كما كل بلدان العالم. هذه طائرة فيها ميزتين، أولا قدرة عالية من السلامة حسب المواصفات الدولية والمواصفات الخاصة بالجولان الطيران المدني، ثم كل الخدمات والنسبة العالية أيضا الخدمات المقترحة والمقدمة على متن هذه الطائرة. هذه الطائرة معناها الأوتونومية بتاعها 11 ساعة، فيها 278 معناها مكان من 22 بزنس كلاس، وفيها توسكي سيستمية في ملتي ميديا لأن في السفرات البعيدة لازم شوية ترفيه للمسافر. شكرا لك سي محمد فريخة رئيس مدير عام شركة سيفاكس ايرلاينز، ومبروك على تونس وصول أول طائرة من هذا النوع.